السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. بعد تصريحات رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام منذ يومين حول منحة البطالة المنتظرة منذ مدة من طرف الشباب البطالة في الجزائر، حيث صرح رئيس الجمهورية أن هذه المنحة هي عبارة عن شبه مرتب تقدم لشباب البطالة إلى غاية حصوله على وظيفة. وبعد كل هذه التصريحات صدم الكثيرون بعد صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية والتي تم تداولها على نطاق واسع في كل وسائل الإعلام المحلية والتي تحدد شروط وكيفية الحصول على هذه المنحة. ومن بين هذه الشروط والتي صدمت الكثيرين هي المادة 7 والتي جاء فيها يحدد مبلغ منحة البطالة والذي يتقاضاه المستفيد ب13,000 دينار جزائري، وتقع تكاليف التغطية الاجتماعية بمجال تأمين من المرض على عاتق الدولة، وتدفع هذه المنحة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وهو شرط يتنافى مع تصريحات الرئيس والذي قال أن البطالة يبقى يتقاضاها إلى غاية حصوله على عمل. كما قالت بعض المصادر الأخرى أن كل هذه الشروط التي تم تداولها في وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة، وهي تخص قضية المدمجين صدرت بتاريخ 13 فبراير، في حين أن تصريحات الرئيس كانت بتاريخ 15 فبراير.